السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن في الفوتوشوب كورس CS5. اتكلمنا في الدرس اللي فات ازاي نفتح الملفات، وعرفنا كل حاجة عن الانترفيس الخاصة بالبرنامج. النهاردة نتكلم عن أول أمر هنتكلم عنه في موضوع الفوتوشوب اللي هو فايل نيو. بس قبل ما نبدأ عايز أوضح حاجة بسيطة. فايل أوبن احنا عرفناها، فايل براوس ان بريدج يعني ايه براوس ان بريدج؟ احنا لما كنا بنفتح البريدج كنا بنروح على الايكونز دي وندوس على ايه تفتح البريدج. ممكن تفتح البريدج برضو بالطريقه دي اللي هو تدوس براوس ان بريدج هيفتح لك البريدج. طيب والميني بريدج برضو نفس الكلام، براوس ان ميني بريدج. اوكي، وعندك اوبن از، اوبن از دي عامله زي بالظبط اوبن، هي بالظبط، مفيش اختلاف بينهم، هي بالظبط. اوكي، ده بس حبيت اشرح الحاجات دي. اوبن از سمارت اوبجكت دي هنعرفها بعدين مش دلوقتي. المهم احنا هنشرح النهارده الامر نيو، فايل نيو. اول حاجه بيتقابلها هنا اللي هي النيم، النيم ده اللي هو بيتكتب هنا اللي هو زي فورس بي اس دي مثلا، كان مثلا دي كلام جميل. بريست، خيار بريست ده يعني ايه؟ هما بيبقوا عاملين مثلا ايه، مثلا فلنفترض ان كل بوستات العالم بتتعمل مقاس مثلا 25 سم طول و 25 سم عرض. اي بوستر في العالم فرضا، مش دي مش حقيقي، اي بوستر في العالم بيتعمل ايه مقاس 25 سم دول 25 سم عرض. فهم قالوا لك بدل بقى ما المصمم يخش يكتب 25 طول و 25 عرض، لا احنا بنعمل له ايه المقاس ده كده هديه، تختاره من هنا يتعمل لك اوتوماتيك. يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا الويب اهو، طب دوست ويب راح مديني مقاس على طول، المقاس ده هو الايه الافتراضي، ممكن اغيره من هنا برضو المقاس. تلاقي برضو جوه كل جوه كل تقسيم من التقسيمات دي مقاسات، يعني انترناشونال بيبر مثلا هنلاقي A4 A5 A6 A3 B5 الكلام ده كله دي مقاسات غير A4. يعني مثلا لو دوسنا شايفين 210 297 طول وعرض، لو غيرنا A6 هنلاقيه اصغر 105 148، لو اخترنا A5 هنلاقيه اكبر شويه 148 210. وبرضه الويب لو اخترنا ويب مثلا هنلاقي جواها مقاسات 800 مثلا 1024 هنلاقي 1280 الكلام ده كله. يعني دول تقسيمات رئيسيه متفرع منهم سايز او مقاسات فرعيه. كلام جميل، يبقى احنا عرفنا اول حاجه اللي هو برسيت والسايز. كلام جميل. ايه الوايدز والهايتس؟ ده الطول والعرض، الوايدز العرض، الهايتس الطول. كلام جميل جدا. طيب انا مش عايز حاجه من المقاسات دي بقى اللي هي موجوده دي، اصلا انا عايز نعمل المقاس بتاعنا، انا مش محتاج اي مقاس من المقاسات دي مش هينفعني. فاختار كاستم، هلاقي حتى مقاس السايز الجزء بتاع السايز ده بقى غير مفعل، فلازم تعمل طول وعرض انت بايدك. كلام جميل جدا. انا مثلا هعمل عرضي 1000 وطولي 1000. كلام جميل. هنا على طول طول ما بتحط طول عرض بيتحط لك ايمج سايز، يعني حجم الصورة قبل ما تعمل عليها أي حاجة، هيبقى 2 ميجا و 86 ميجا. كلام جميل. هنا هنلاقي وحدة قياس، يعني أنت عايز 1000 إيه؟ عايز 1000 بكسل، ممكن أكون عايز 1000 سم مثلا عادي، ممكن أكون، بس طبعا إيه بتغير، لازم تغير إيه؟ الرقم. لأن هو هنا بيعمل إيه الفوتوشوب؟ بيعمل إيه بقى؟ بيعمل حركة حلوة يعني. ذكية شوية. ال 1000 سم دول يعملوا كده بكسل. يعني هو مش بيغير المقاس، مش بيغير المقاس ده، بيغير أرقام. يعني ال 1000 سم بيعملوا 28346 بكسل. كلام جميل. لو احنا مثلا خليها 1000 بكسل زي ما احنا كنا عاملينها وخليناها سم، يبقى ال 1000 سم 1000 بكسل بيعملوا كام؟ 35.8 بكسل. 28 سم 28 ماشي. كلام جميل. عموما يعني في مسألة المقاسات دي ما نتخافوش، لأن ليه بقى؟ لأن احنا عموما بنستخدم ثلاث مقاسات، المقاس الأولاني بيكسل أو الوحدة الأولى بيكسل، وبعد كده السنتيمتر والمليمتر، دول هما المستخدمين عموما في أي تصميمات، محدش بيستخدم أكتر من كده ولا أقل من كده. ماشي، ده بالنسبة لإيه؟ الطول والعرض ووحدة القياس. كلام جميل. في حاجة اسمها الريزوليوشن بقى، الريزوليوشن دي عايز تتفهم شوية. نكنسل بس البانل دي ونرجع لها تاني، هنرجع لها تاني. بس قبل ما نكنسلها احنا عايزين نفهم بس ايه وحدة قياس الريزوليوشن. بيقول لك هنا وحدة قياس الريزوليوشن خليها مثلا 300
300 ايه بيكسل للسنتيمتر، يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده هنفهم دلوقتي. هنقول له كام سنتي؟ لو احنا مثلا قربنا من اي صورة من الصور، لاحظوا معايا كده ايه اللي بيحصل، هتلاقي مربعات. اي صورة في الدنيا بتتكون مربعات، المربعات دي بقى الصغيرة دي اسمها ايه؟ بيكسل. المربع ده اسمه بيكسل، المربع ده اسمه بيكسل، المربع ده اسمه بيكسل، المربع ده اسمه بيكسل، المربع ده اسمه بيكسل. كلام جميل، يعني اي صورة في الدنيا بتتكون من ايه؟ مربعات. كلام زي الفل. والمربعات دي اسمها ايه؟ بيكسلز. كلام جميل. يعني ايه الريزوليوشن بقى؟ فنفترض ان المربع اللي عندي ده عبارة عن سنتيمتر، المربع ده عبارة عن سنتيمتر، فانا بقول له خلي لي جوه سنتيمتر 300 مربع صغير اللي هو البيكسل، زي ما انتم شايفين كده مقسمين مربعات صغيره بيكسلات، يعني عايز لي 300 مربع صغير بيكسل جوه مربع كبير ده. يعني بقول له خلي لي الريزوليوشن 300، ده معناها 300 بيكسل جوه السنتيمتر. كلام جميل، اعتقد كده وصلت. طب انا لو خليت الريزوليوشن 72 مثلا، كلام جميل، خليت الريزوليوشن كام؟ 72. فبقول له حط لي 72 مربع بيكسل جوه المربع ده، جوه السنتيمتر او المربع الكبير اللي هو السنتي اللي احنا شبهناه بالسنتي. طب خليت مثلا الريزوليوشن 100، فانا بقول له حط لي 100 بيكسل، 100 مربع بيكسل من بيكسلات صغيره جوه السنتيمتر. تعالوا كده فايل نيم، يعني لما اخلي دي الريزوليوشن 300، فانا بقول له حط لي 300 مربع صغير من دول جوه ايه؟ اهو 300 بيكسل للسنتي، 300 بيكسل وبعد كده سلاش للسنتي. اعتقد العمليه واضحه زي الفل، عرفنا يعني ايه بيكسل وعرفنا يعني ايه 300 بيكسل في السنتي. ممكن طبعا يبقى 300 بيكسل في الانش، الانش ده بيبقى اكبر من السنتي حاجه بسيطه. اوكي، الانش ده اكبر من السنتي حاجه بسيطه، بيستخدموه في امريكا تقريبا الانش ده وحده القياس، بس احنا عموما هنا بنستخدم سنتي، في بلدنا العربيه بنستخدم سنتي. كلام جميل جدا. طيب نكمل، هتلاقي عندك حاجه اسمها كلر مود، في عده انواع من الكلر مود. احنا برضو بنستخدم نوعين من الكلر مود، اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، اللي هم بيظهروا ايه هنا في اخر الموضوع اللي هو الكلر مود. عندي نوعين بيستخدموا على طول، اللي هو الار جي بي والسي ام واي كي، دول اشهر نوعين كلر مود او نظام الوان. ايه الفرق بين الاثنين؟ الار جي بي كلر موجود فيه كمية ألوان أكبر من السي ام واي كي كولر. كلام جميل، يعني في ألوان في الار جي بي كولر مش موجودة في السي ام واي كي. ليه؟ لأن الار جي بي كولر كمية ألوانه أكبر من السي ام واي كي. كلام جميل. طب أنا بستخدم الار جي بي ده في إيه؟ الار جي بي كولر ده أنا بستخدمه في تصميمات الويب، تصميمات الإفكتس، أي تصميم بيتعرض على الشاشة، تلفزيون، اي الكلام ده، اي حاجه تصميم بيتعمل على الشاشه بيتعمل ار جي بي كلر، عشان تلاقي كده دايما كل التصميم على النت ار جي بي. طب والسي ام واي كده بيعملوا بايه؟ بيلعبوا بيه؟ لا مش بيلعبوا بيه، بيعملوا بيه تصميمات الطباعه، بيزنس كاردز، بيعملوا بروشورز، بوسترز الافلام، بيعملوا استديوهات كفر سي دي، بيعملوا مجلات، صور اطفال، استيكرات، الكلام ده كله بيتعمل سي ام واي. ده الفرق بين الار جي بي والسي ام واي. احنا طبعا هنخلي الار جي بي. طب جميل، في حاجه اسمها 8 بت بقى و 16 بت و 32 بت، مش مهم نعرف دول ايه، بس المهم ان احنا كل تصميماتنا 8 بت. ليه بقى؟ لان ال 8 بايت بتشتغل عليها جميع انواع جميع ادوات الفوتوشوب. يعني لان لو فتحنا ال 8 بايت اهو، احنا عملنا عمل جديد 8 بايت، لو رحنا مثلا على الفلاتر هلاقي الفلاتر كلها شغاله، كلها متاكتفه، اي اقدر نعمل اي فلتر انا عايزه. كلام جميل. تعالوا نعمل واحد تاني بس يكون 16 بايت، مش كل فلتر هيبقى شغال. نروح على فلتر كده هنلاقي مثلا فلتر جالر ده مش شغال، والبراش ستروك والديزورت والبيكسليت والسكتش والتكتشر، كل ده مش شغال. طب كلام جميل. طيب لو عملت واحد 32 بقى، هلاقي ان حاجات اكتر مش شغال، فلترز اكتر مش شغال. لو رحت على الفلتر هلاقي مثلا ان الفلاتر دي كانت شغاله، يعني فلتر مثلا ايه في احنا هنا في اف 16، هلاقي ان فلتر الفانشنج بوينت والليكوفاي دول شغالين اهم متاكتفين اقدر استخدمهم، انما لو جينا هنا هلاقي الاثنين دول مش شغالين. اوكي،
طيب المهم ان احنا كل تصميماتنا هتبقى ايه؟ 8 بايت. في بعض التصميمات بتبقى محتاجه دقه اكتر فبيستخدموها 16 بايت، ماشي؟ بس احنا عموما بنستخدم ال 8 بايت عشان كل حاجات الفوتوشوب وتاثيراته وحاجاته تبقى مش شغاله على ال 8 بايت. كلام جميل. خلينا نرجع نكمل. هنلاقي حاجه اسمها وباك جراوند، هنلاقي 3 انواع من باك جراوند، هنلاقي وايت وباك جراوند كولر ترانسبيرنت. يعني ايه الكلام ده بقى؟ الوايت دي لما اختارها هيخلي الخلفيه بتاعتي بيضاء زي ما انتم شايفين كده، لون ابيض وايت. طيب لو اخترنا الباك جراوند كولر، فايل نيو، اخترنا لعمك ايه الباك جراوند كولر هو الخيار التاني، وقلنا له اوكي. لون احمر ليه؟ لان الباك جراوند كولر اللي هو ده لون احمر. طب تعالوا نغيره، خليه مثلا كده مثلا، ونقول له فايل نيو، ونقول له باك جراوند كولر، نقول له اوكي. هلاقي نفس اللون اللي هيختاره من تحت اهو، اللي هو اللون اللي بيبقى تحت المربع اللي تحت، مش المربع اللي فوق، المربع اللي تحت اهو، شايفين؟ هو ده. اخر خيار بقى هنشرحه اللي هو ايه؟ ديفايس سنترال. ده خاص بايه؟ اللي هو الزرار اللي احنا دوسنا عليه ده. ده مثلا لما يكون عندي موبايل، اوكي، عايز اصمم له خلفيه ومش عارف الخلفيه دي هتبقى مساحتها قد ايه، طولها عرضها الريزوليوشن بتاعها، الكلام ده كله اعمل ايه؟ هقوم دايس على ايه؟ هتلاقي عندي هنا بعض الموبايلات وانواعها وتفاصيل عنها. يعني بيقول لك هنا مثلا ايه الموبايل ده مثلا، انا مش عارف اسمه ايه بالظبط والله، بس ايه هتستخدم الكالر مود ار جي بي، نظام 8 بايت، هتعمل الريزولوشن بتاعه 72 بكسل في الانش. هتلاقي مثلا هنا مكتوب جنبيه هنا الطول والعرض بتاعه اللي انت تقدر ايه تشتغل بيهم، يعني يقول لك 320 في 840 بكسل دول تشتغل بيهم. هو ده النظام بتاع البرنامج الصغير ده، حفظ الموبايلات والكلام ده. اوكي، اعتقد ان كل الاوبشنز الموجود في المربع الصغير ده اتحفظ يعني واتشرح يعني كله. باذن الله في الدرس الجاي هنكمل موضوع جديد. اتمنى يكون درس النهارده نال اعجابكم. مع تحيات عبد العزيز حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.